تحياتي لكم مشاهدينا وما كنتم عم بتتابعونا، وهذا اللقاء الخاص حول الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والتي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني ومتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوقه، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ضيف الموجود معي في الاستوديو للحديث حول هذا الموضوع مشاهدينا الدكتور عمار دويك، طبعا المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن أو الإنسان. أهلا وسهلا فيك. أهلا، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. دكتور عمار، في اللقاء الماضي تحدثنا فيه مع الدكتورة حنان عشاوي حول الفكرة والتأسيس للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبداية العمل أو الاجتماع الأول كان في مدينة القدس. خلينا نتحدث ما بعد نقل المكتب لمحافظات الوطن، كيف كانت كيفية العمل فيه؟ يعني الهيئة المستقلة بجوز كما دكتورة حنان أوضحت في حلقتها هي مؤسسة وطنية رسمية لحقوق الإنسان، وهذا الشكل من المؤسسات موجود حاليا في حوالي أكثر من 105 دول في العالم، حوالي 15 دولة عربية جديد أنشأت مؤسسات وطنية. إحنا فلسطين كنا من أول الدول العربية التي تنشئ مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. الشهيد ياسر عرفات وقع مرسوم إنشاء الهيئة عندما كان في تونس قبل العودة إلى أرض الوطن في سنة 93، وقع المرسوم والهيئة باشرت عملها في 94، وكان واضح أنه توجيه رسالة إلى العالم وإلى الفلسطينيين في الداخل بأن الدولة الفلسطينية القادمة ستكون دولة محكومة مبادئ حقوق الإنسان وتحترم كرامة المواطن. الهيئة طبعا بدأت عملها كمكتب صغير في القدس، انتقلت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وأسست مكاتب لها. تقريبا فتح المكاتب كان في حوالي سنة 98-99، لكن عمل الهيئة كان منذ اليوم الأول لبدء عمل الأجهزة الرسمية في السلطة الفلسطينية، وكان لها تفاعل مهم جدا مع المجلس التشريعي الأول عندما كان يعني هناك مجلس تشريعي، وكانت تساعد في صياغة القوانين في كثير من القوانين اليوم اللي موجودة في فلسطين. الهيئة كان لها دور في المساهمة في يعني تشكيل كيف أخرجت بشكل نهائي، مثل قانون الاجتماعات العامة، قانون الجمعيات، قانون السلطة القضائية، القوانين، قانون الإجراءات الجزائية. كثير من القوانين مهمة اليوم اللي بتحكم حياتنا واللي احنا بنعتبرها فلسطينية من القوانين المتقدمة والعصرية مقارنة مع منطقتنا العربية، الهيئة كان لها دور كبير جدا معها. الهيئة استمرت في العمل رغم الانقسام ورغم يعني الظروف الصعبة اللي مرت فيها بعد الانقسام ومحاولة أكيد إغلاق مكاتبها في قطاع غزة. الانقسام على عملكم، قديش عدد المكاتب الموجودة في الضفة وغزة؟ طبعا احنا فينا في الضفة الغربية ثلاث مكاتب، في جنوب وسط وشمال الضفة الغربية، في قطاع غزة مكتبين، مكتب في منطقة غزة والشمال ومكتب في منطقة جنوب قطاع غزة. أيضا احنا لدينا باحثين وباحثات ميدانيين يمكن أن يصلوا المواطنين. إحنا أيضا لنا قدرة وصول إلى جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للأجهزة الرسمية الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنزورها بشكل دوري ومنتظم. إحنا بننفذ حوالي بالسنة من 1200 ل1300 زيارة لمراكز الاحتجاز والتوقيف والنظارات، حتى مستشفى الأمراض العقلية، لأنه ممكن شخص يتعرض لموضوع عزل وحجز حرية نقوم بزيارته. ونزور أيضا البيوت الآمنة للنساء المعنفات، ونزور بيوت اللي هي إصلاحيات الأحداث، أي مكان ممكن أن تحجز فيه حرية مواطن نقوم بزيارته بشكل منتظم ودوري. بالإضافة لذلك الهيئة لها صفة الديوان مظالم أو الأمبودزمان بسموها، إحنا نستقبل شكاوى على الأجهزة الرسمية بمعدل 2500 شكوى إلى 3000 شكوى بالسنة، ونقوم بمعالجتها مع الجهات ذات الاختصاص وفق إجراءات معتمدة لدينا، وأحيانا كثيرة نصل إلى حلول مرضية للمواطن وللهيئة، وأحيانا يعني يتم إعادة الحقوق لأصحابها أو إنصاف الضحايا أو وقف الانتهاك أو اتخاذ إجراءات بحق المنتهكين أو تصحيح بعض السياسات والإجراءات نتيجة تدخلات الهيئة. الهيئة أيضا بتقوم بمتابعة السياسات والتشريعات التي تصدر عن الحكومة وعن المجلس التشريعي عندما كان هناك مجلس تشريعي.
للضمان أن هذه السياسات والتشريعات منسجمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كثير من التشريعات التي صدرت كان لنا دور في توجيه أو يعني تقديم استشارة قبل إصدارها، أو إذا كان وجدنا بعد إصدارها أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إحنا بالعادة بنعارضها ومنتقدها بشكل علني إلى أن يتم تعديلها. مثال على ذلك قانون الجرائم الإلكترونية لما صدر بسنة 2017، إحنا ونقابة الصحفيين وبعض مؤسسات المجتمع المدني يعني دخلنا بحوار مع الحكومة إلى أن عدل القانون بسنة 2018. طبعا لسه ما زال لنا مجموعة ملاحظات، لكن اللي بدي أقوله أنه إحنا متفاعل مع القوانين والتشريعات. نعم أكيد، يعني تصدر. هناك شكاوى تقريبا نقول يومية تقدم من المواطنين سواء أفراد أو جماعات حول الانتهاكات اللي بتعرضوا لها لحقوقهم أو الاعتداء على حرياتهم. وانت ذكرت حوالي 2500 شكوى في الضفة كانت ضد الأجهزة الأمنية. خلينا نحكي مش شرط أجهزة أمنية، طبعا لما نقول 2500 شكوى احنا بنحكي الضفة الغربية قطاع غزة. تقدم للهيئة بشكل عام. طيب نحن في نهاية أواخر عام 2019، قديش تقريبا أو شو طبيعة القضايا اللي انتم قمتوا بمتابعتها وقديش عدد القضايا اللي ما قدرتوا تحلوها؟ يعني احنا حتى نهايه 2000 حتى نهايه شهر 10 2019 كان في عندنا حوالي 2200 شكوى، حوالي 60% منهم تتعلق بالاجهزه الامنيه او يعني اجهزه انفاذ القانون والمحاكم والنيابه العامه، و40% تتعلق بمؤسسات عامه رسميه اخرى. الشكاوى طبعا هي تتعلق بجميع اشكال وبنود قضايا حقوق الانسان كما هي وارده في الباب الثاني من القانون الاساسي الفلسطيني. ممكن تتعلق بحريه الراي والتعبير، حريه العمل الصحفي، الحق في المحاكمه العادله، سوء المعامله، التعامل مع التجمعات السلميه، الحق في مثلا اجراءات محاكمه عادله، الحق ان يكون الشخص محامي، الاتصال بعائلته. احنا من خلال زياراتنا لمراكز الاحتجاز والتوقيف كثير مواطنين بقدموا لنا شكاوى بنحلها مع الجهات الرسميه. يعني مثلا ممكن مواطن اثناء توقيفه يشتكي انه لم يسمح له بالاتصال بمحامي، ممكن خلال الزياره نفس الباحث اللي بيقوم بالزياره يحل الموضوع مع مدير السجن مباشره او مع مدير الجهاز الامني في المحافظه اللي هو فيها الشخص. وممكن في بعض القضايا نضطر نراسل قيادة الجهاز، وفي قضايا أخرى نضطر نلجأ للنيابة العامة، وفي قضايا أخرى نضطر نلجأ للقضاء. يعني مثلا في قضية مؤخرا إغلاق أو حجب المواقع الإلكترونية، إحنا توجهنا إحنا نقاط الصحفيين توجهنا إلى القضاء الفلسطيني وطلبنا المحكمة بتراجع عن القرار وقف الحجب. المحكمة أحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية وإحنا الآن بانتظار قرار المحكمة الدستورية. في قضايا تانية مثلا توقيف بعض الأشخاص، مثلا أحد المدونين تم توقيفه، أو في كانت صحفية في غزة تم يعني قد تقديم محاكمة وحاولوا يحاكموها في قطاع غزة، احنا وقفنا معها كهيئة إلى أن صدر قرار بالإفراج. في قضايا مثلا السنة هذه تبعنا كثير قضايا للأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قسرا، حصلنا على قرارات محكمة العدل العليا مهمة لبعض الأشخاص وأعيدوا إلى عملهم بناء على هذه القرارات. أيضا إحنا في حوار مع الحكومة حول موضوع إعادة النظر في قرارات إحالة الأشخاص للتقاعد القسري، خاصة أنه بعض الأشخاص وجد نظرنا كان في هناك كيدية. إحنا بقدر أقول بشكل عام أنه هناك تعاون واستجابة من جميع مستويات العمل من الحكومة والمستوى الرسمي والأجهزة الأمنية مع مؤسس مع الهيئة. الاستجابة أنه تأخذ عدة أشكال، من ضمنها أولا إمكانية الوصول لمركز الاحتجاز بسهولة نسبية. اثنين، أي مراسلات نقدمها يكون هناك ردود خطية عليها. في كثير من المراسلات يكون هناك إجراءات وتحقيق في القضايا التي نثيرها. في اللقاءات ترتيب لقاءات بسهولة مع المسؤولين، كبار المسؤولين من وزراء وقادة أجهزة أمنية، ومناقشة قضايا معهم وإيجاد حلول لبعضها معهم، والنقاش عادة بيكون بانفتاح كبير وبصراحة متناهية. أيضا التعاون يأخذ شكل تقديم معلومات للهيئة في قضايا حتى ممكن تكون حساسة. يعني مثلا في سنة 2019 إحنا حققنا في وفاة
شخص في داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. شاركنا في النيابة العامة، تعاونت معنا، سمحت للطبيب عن الهيئة أن يشارك في التشريح. تم إطلاعنا على كافة التحقيقات، ملف الطبي، التقينا بالمساجين اللي كانوا معه في السجن، التقينا في إدارة السجن، يعني كان في انفتاح وتعاون إلى أن قدمنا تقريرنا ونشرناه. طب وضحنا دكتور قبل ما نحكي، فهذا يعني أشكال التعاون، يعني حل القضايا بتعتمد على حسب طبيعة التعاون ما بين الهيئة وما بين المؤسسات، وحسب طبيعة الشكوى، طبيعة الشكوى ما بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأجهزة الأمنية. يعني على حسب حكيك أنه في هناك تعاون لا محدود وجدي من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في حل أو المساعدة في حل الشكاوى، يعني طبعا في تعاون لكن ليس بالضرورة أن يؤدي إلى حل القضايا بشكل مرضي. يعني أحيانا كثيرة، يعني هل في معايير او 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 شروط معينه بتطلبها او بتضعها الاجهزه الامنيه للحد من عمل الهيئه في حل القضايا المرفوعه ضدهم؟ يعني طلع احنا اولا المرجعيه بيننا وبين اي مؤسسه رسميه هو القانون الفلسطيني، فاحنا دائما نحتكم الى القانون. يعني مثلا اذا شخص صدر قرار بالافراج عنه من المحكمه، يفترض ان يستجيب الجهاز الامني ويفرج عنه فورا. في حالات اذا ما كانش في افراج فوري نطلب تدخل النيابة العامة، باعتبار أنه الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم هو جريمة، وعادة النيابة العامة بتتدخل. ممكن نحكي مع قائد الجهاز، ممكن نحكي مع وزير الداخلية، يعني بنمارس شو ممكن إحنا نقدر من ضغط بأدواتنا المتاحة أمامنا القانونية، أو من خلال التواصل، أو أحيانا نصل إلى إصدار بيانات صحفية في بعض الحالات إذا شفنا أنه الموضوع لم يكن هناك تعاون كافي. مش كل القضايا نصل لنتيجة مرضية، وكون صريح، خاصة القضايا اللي جذورها متعلقة بموضوع الانقسام السياسي. حالة الانقسام أكيد أثرت سلبا على حالة حقوق الإنسان، وكثير من القضايا هي جذورها مرتبطة بموضوع حالة الانقسام، وما لم يتم إنهاء الانقسام للأسف قد تستمر هذه الانتهاكات. يعني أثر كثير الانقسام السياسي على عمل طواقم الهيئة في قطاع، على حالة حقوق الإنسان يعني مش على العمل طبعا. كان كيف تتعامل مع القضايا اللي بتتوجه لكم من قطاع غزه؟ كيف تتعامل؟ احنا اولا فينا مكتب في قطاع غزه نستقبل شكاوى سواء على الاجهزه، يعني الاجهزه التابعه لحركه حماس في قطاع غزه نستقبلها، بنحاول نحلها. يعني التعاون في تعاون، بس لكن مش يعني احيانا بيكون في صعوبه، احيانا في صعوبه. في سنه 2019 احنا تعرض طواقمنا للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء تغطيتهم لأحداث حراك بدنا نعيش. طبعا حدث اعتذار لاحق بعد ذلك، لكن لا شك أنه هذا يعني ترك بظلاله على العلاقة هناك في قطاع غزة. إحنا بنحاول نقدم النصيحة دائما كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ونطلع الجهات المسؤولة. إحنا بنعتبر أنه حركة حماس في قطاع غزة طالما هي تحكم قطاع غزة بحكم الواقع عليها مسؤولية قانونية، ويعني تجاه المواطنين تتحمل مسؤولية عن الأشخاص الذين تحتجزهم. أي شخص يتعرض لأي شيء أثناء الاحتجازية مسؤولية حركة حماس والأجهزة الأمنية، وبالتالي إحنا على هذا الأساس نتعامل معهم. وإحنا بنقدم النصيحة، يعني حتى في حالات سوء المعاملة والتعذيب نحكي ونعمل حوار مباشر مع المسؤولين في قطاع غزة. طب انتم تقدموا نصيحة للمسؤولين لحتى يتجاوبوا معكم في المساعدة بحل الشكاوى، طب هل بتشتغلوا على المواطن الفلسطيني في سواء في قطاع غزة خلينا نقول أو بالضفة؟ يعني نشر ثقافة الحق والواجب هي مهمة لحتى الإنسان أو المواطن الفلسطيني يعرف كيف يتعامل مع حقوقه أو الاعتداء على حرياته. فطبعا هذا دور الهيئة المستقلة لتوعية المواطنين. هل بتقوموا بعمل مثلا دورات تدريبية أو برامج توعوية لحتى أنه نشر هذه الثقافة، ثقافة أنه المواطن يعرف لمين يتجه لما تتعرض حقوقه للاعتداء؟ أولا احنا بنشتغل مع الأجهزة الأمنية والأجهزة الرسمية في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. نعمل تدريب للأجهزة الأمنية، للشرطة، للمخابرات، لكل الأجهزة الأمنية في المعايير الدولية في التعامل مع المحتجزين، أو في استخدام القوة، أو في يعني في الإجراءات المحاكمة العادلة، في ضمانات الموقوفين. هذه كثير نعمل عليها. بنشتغل أيضا
مع وزارة التربية والتعليم. احنا كان صدر عندنا جديد مؤخرا تقرير حول مراجعة المناهج من منظور حقوق الإنسان، واحنا كمان نشتغل مع المجتمع المحلي، مع المواطنين، مع مؤسسات المجتمع المدني على تدريب في قضايا متخصصة مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضوع حقوق المرأة. بنحاول من خلال باحثينا الميدانيين أيضا نصل للتجمعات السكانية خاصة في المناطق المهمشة، إطلاعهم العمل الهيئة. بنحاول يعني قدر الإمكان ضمن إمكانياتنا، وأيضا بنحاول نشتغل دائما شغلنا يكون بالشراكة مع مؤسسات أخرى، لأنه في كثير مؤسسات فلسطينية سواء رسمية أو أهلية بتشتغل في مجال حقوق الإنسان، وما بدنا يكون في يعني تضارب أو يعني تكرار في العمل. فبنحاول نشبك ونعمل يعني تحالفات وائتلافات بحيث أنه يكون في توزيع للأدوار بيننا وبينهم. طبعا هل هذه المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان طبعا غير الهيئة المستقلة، هل تلتزم بالمعايير الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها فلسطين لضمان حقوق الإنسان؟ يعني بشكل عام احنا فلسطين نفخر أنه عندنا أولا مجتمع مدني قوي ومتنوع وفعال، ويعتبر أقوى مجتمع مدني أو من أقوى المجتمعات المدنية في المنطقة العربية، وكان له دور كبير جدا في تقديم الخدمات في قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وله دور الآن في تقديم الخدمات وأيضا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أو في أيضا يعني التعامل مع السلطة ومع الإصلاح أو مع موضوع تغيير السياسات والتأثير بها. مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية مؤسسات تحظى باحترام كبير دولي، سواء كانت الهيئة مستقلة أو مؤسسات مجتمع مدني مثل مؤسسة الحق، مركز القدس المساعدة القانونية، مركز فلسطيني في قطاع غزة، مركز الميزان، في مجموعة مؤسسات فلسطينية إلى احترام كبير. هي مصدر مهم للمعلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية، قدمت توثيق مهم ومهني عالي جدا للمحكمة الجنائية الدولية في ملفات حول مثلا الحروب على قطاع غزة، في موضوع الاستيطان، في موضوع الأسرة. مؤسسات أيضا لها دور كبير في الدفاع عن الأراضي، عن هدم، في مواجهة هدم البيوت، الحملات استرداد جثامين الشهداء، هذه كلها مؤسسات أهلية فلسطينية تقود هذه الحملات محليا ودوليا وعربيا، مناهضة عقوبة الإعدام، مناهضة القوانين العنصرية الإسرائيلية وتوثيقها. في عمل وفي تكامل أحيانا مع المؤسسة الرسمية خاصة مع وزارة الخارجية في الخارج وفي المحافل الدولية. فبالعكس احنا عندنا مجتمع مدني فلسطيني قوي ونفتخر فيه كفلسطينيين. والهيئة يعني هي احيانا احنا في ناس بيعتبرونا مجتمع مدني بسبب مواقفنا اللي فيها احيانا نبرة انتقاد عالية لبعض السياسات والممارسات الرسمية، الناس فكرون انه احنا يعني مجتمع مدني. احنا مؤسسة رسمية، مؤسسة وطنية رسمية، ووجودنا والتصنيف الذي نحظى به في الأمم المتحدة تصنيف ألف، بمعنى أننا نلتزم مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو يعتبر يعني كريدت لنظام السياسة الفلسطيني، أنه نظام السياسة الفلسطيني يقبل وجود مؤسسة وطنية رسمية تحظى بهذا الهامش الكبير جدا من الاستقلال في العمل وفي اتخاذ مواقف. كثيرا أو في كثير من الحالات تكون مواقف ناقدة، لكنها في المقابل هي تعمل ضمن النظام السياسي وضمن النظام الدستوري وضمن أطر يعني منظمة التحرير والشرعية الفلسطينية، لكننا إحنا مستقلين وننتقد ونزور ونصدر تقرير سنوي صريح جدا، فيش فيه مجاملة وفي توثيق لكافة يعني انتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني بكل صراحة، وهذا لا ينتقص، بالعكس هذا مؤشر على أنه النظام السياسي الفلسطيني يسمح ويتيح ويقبل ويشجع أن تكون لديه مؤسسة وطنية فلسطينية بهذه القوة. يعني بفهم من حكيك أنه قدرت على مدار 25 عام الهيئة المستقلة تحافظ على استقلاليتها، ما في تدخل في شؤون عملها. يعني أنا بقدر أقول من موقعي ومن خلال خبرتي مع الهيئة لا أحد يتدخل في عمل الهيئة، لا أحد يحاول أن يفرض عليها مواقف. عندما نصدر مواقف ناقدة لا أحد يراجعنا، قراراتنا تؤخذ ضمن الأطر المؤسساتية للهيئة، مجلس الأمناء عندنا يتم اختياره
بطريقة مفتوحة من خلال إعلان في الصحف وتشكيل لجنة مستقلة للاختيار ومجلس متنوع في تمثيل مناسب للمرأة، تمثيل للضفة، لغزة، حتى لفلسطينيين 48 وفلسطينيين الشتات، وأيضا يأخذ بعين الاعتبار التخصصات المختلفة والتوجهات الفكرية المختلفة في المجتمع الفلسطيني. فالمؤسسة لا مؤسسة لها هامش كبير من العمل باستقلالية وحرية، ولا أحد يتدخل في عملها، بالعكس نجد تعاون معنا من قبل المؤسسات الرسمية. وكما قلت لك التعاون لا يعني بالضرورة أنه نصل إلى نتائج مرضية، نأمل أن نصل إلى نتائج مرضية في جميع القضايا. من القضايا اللي تمت متابعتها خلال هذا العام تم حلها، وال40% لا يعني أنا ما ذكرتش أنه 60 حلها، بقول أنه في حلول لكثير من القضايا. إحنا بنصنف القضايا أنه لما نغلق القضية إما أغلقت بنتيجة مرضية وتعاون، أغلقت بتعاون لكن دون نتيجة مرضية، أو أغلقت دون تعاون ودون نتيجة مرضية. أنا بقدر أقول أنه القضايا التي تغلق الآن بتعاون ونتيجة مرضية عددها بزيد مقارنة مع السنوات الماضية. يعني قلنا قبل 6-7 سنوات النسبة لا تتجاوز 25%، الآن نسبة القضايا التي تغلق بنتائج مرضية تتجاوز 50%. نأمل أنه تصل ل 80%، 90% و100%. لكن إحنا بندرك أنه بناء منظومة تحترم حقوق الإنسان وحرياته عملية تستغرق وقت، وهناك عقبات بنيوية لها علاقة بغياب التشريعي وحالة الانقسام تحول دون الإعمال الصحيح والكامل لكل حقوق الإنسان. عشان هيك إحنا من ضمن مطالبنا الآن إحنا ندعم توجهات القيادة السياسية في موضوع إجراء الانتخابات، وبنقول إنه نأمل إنه 2020 يكون عام الانتخابات الفلسطينية اللي من خلاله يعني يكون مجلس تشريعي جديد عندنا اللي هو يمارس عملية التشريع والرقابة، ونكون دورنا إحنا داعم للمجلس التشريعي، أو حتى إحنا بنكون يعني تحت مظلة المجلس التشريعي. في كثير من البلدان الهيئة المستقلة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقدم تقاريرها للمجلس التشريعي، ويتم اختيار أعضائها من قبل المجلس التشريعي، ونأمل أن المجلس التشريعي يكون من ضمن أولوياته سن قانون ينظم عمل الهيئة، لأنه إحنا المجلس التشريعي الأول بدأ في مناقشة القانون، أقره بالقراءة الأولى، ولكن لحد الآن لم يتم وضع قانون للهيئة، لكن يوجد لديها أول شيء مرجعية القانون الأساسي والمرسوم الرئاسي، وأيضا يوجد لديها نظام داخلي متطور جدا ينظم جميع جوانب عمل الهيئة من حيث عملية كيفية اختيار المفوضين، انتخاب المفوض العام، صلاحيات المدير العام، كيفية تعيين الموظفين، مهام وعمل الهيئة، وكيفية اتخاذ القرار فيها. يعني احنا عندنا تنظيم قانوني واضح جدا لعملنا، والدليل انه احنا لجنة الاعتماد في الأمم المتحدة اعترضت عن تصنيف ألف رغم أنه لا يوجد لدينا قانون، لأنهم أدركوا الوضع الصعب الذي نعمل فيه بسبب الانقسام وغياب المجلس التشريعي. وخصوصية فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، خلينا نحكي شوي عن دور الهيئة. هل فعلا استطاعت النهوض بحالة حقوق الإنسان والاعتداء على الحرية العامة؟ هل قدرت أنها تنقل رسالة شعبنا، وخصوصا بالانتهاكات اليومية اللي بتعرض لها من قبل قوات الاحتلال؟ أنت راضي عن دور الهيئة في فضح الجرائم الإسرائيلية على المستوى الدولي؟ يعني طبعا احنا انا راضي عن يعني الجهود التي نقوم بها فيما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيليه، وايضا فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام. الانتهاكات الاسرائيليه من الحجم بحيث انه لا تستطيع مؤسسه منفرده ان تتعامل معها. الاحتلال الاسرائيلي ينتهك كل جانب من جوانب حياتنا. يعني لدينا هيئه الاسرى متخصصه في متابعه أكثر من 6500 أسير موجودين في سجون الاحتلال في ظروف إنسانية صعبة جدا. هناك هيئة كاملة تتعامل معهم. موضوع الجدار واستصادرة الأراضي وهدم المنازل، لدينا هيئة مقاومة الجدار، ولدينا مؤسسات متخصصة في موضوع الجدار. إحنا كهيئة متابعة الانتهاكات الإسرائيلية من عدة جوانب. أولا نرصد تأثير الاحتلال الإسرائيلي على قدرة الأجهزة الرسمية في الإيفاء بالتزاماتها بحقوق الإنسان. يعني كيف يؤثر الاحتلال على مثلا وزارة الصحة في توفير حق في الصحة للمواطنين؟ اثنين، احنا بنقدم شهادات لجميع لجان التحقيق وتخصص الحقائق التي تشكلها الأمم المتحدة أو المقررين الخواص، سواء المقرر الخاص معني بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو المقررين الخواص معني بحقوق أخرى متخصصة. ثلاثة، احنا بنقدم شهادات أمام مجلس حقوق الإنسان، بيجتمع مرتين بالسنة مجلس حقوق الإنسان
وفي كل جلسة احنا دائما بعد كلمة سفيرنا ورئيس بعثة فلسطين في الأمم المتحدة كلمة الهيئة، وعادة تكون إن مداخلة، وكل مداخلاتنا في المجلس حقوق الإنسان هي حول الانتهاكات الإسرائيلية. احنا كمان في تقارير الظل التي نقدمها للجان التعاقدية في الأمم المتحدة تركيز كبير جدا على الانتهاكات الإسرائيلية. لا يوجد وفد، أغلب الوفود الرسمية البرلمانية ووزراء الخارجية الذين أو يعني أي وفود رسمية تزور فلسطين، دائما الهيئة على جدول أعمالهم في الزيارات، وإحنا دائما نبرز الانتهاكات الإسرائيلية وتأثيرها على قدرة دولة فلسطين في الالتفاف بالتزاماتها حقوق الإنسان. طيب دكتور، يعني مؤخرا انضمت فلسطين أو لشبكة الهيئة العربية لحقوق الإنسان، يعني شو بيعني هذا التقليد بالنسبة لفلسطين كدولة وبالنسبة للهيئة، وهل هاي رح تساعد أكثر في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية؟ طبعا احنا أعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، انتخبنا هذه السنة لرئاسة الشبكة. الشبكة فيها 15 دولة عربية، وهي مؤسسات مهمة لها دور مهم على صعيد العربي وصعيد أيضا الدولي. رئاستنا للشبكة هذا يتيح لنا إبراز القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الآن محاولة تهميش قضية فلسطينية على الأجندة الدولية، ومحاولة تصفية القضايا الرئيسية في القضية الفلسطينية، محاولة شطب البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان، محاولات أيضا بعض يعني العواصم العربية للانفتاح والتطبيع المباشر مع دولة الاحتلال. نشوف إحنا إن دور مهم جدا خلال علاقتنا مع المؤسسات الوطنية العربية في التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية، في إبرازها، في عمل نشاطات حول هذا الموضوع. مستفيد أيضا من علاقتنا مع المؤسسات الوطنية العربية في تصويت دولهم في مجلس حقوق الإنسان، وأيضا في المراسلات وفي إبراز القضايا الوطنية الفلسطينية. الشبكة وقفت معنا كثير في كثير من القضايا، مثل قضية لما أضربوا الأسرى العام الماضي الفلسطينيين، كانت الشبكة لها دور كبير جدا في الحملة اللي احنا، وبإضافة لمؤسسات رسمية ومؤسسات أهلية شاركنا فيها لإبراز قضية الأسرى. الشبكة وقفت معنا، ترأسنا للشبكة يعني أيضا اعتراف بدور فلسطين ودور هيئة المستقلة لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية عربية رائدة. احنا شاركنا في تقديم تدريب لمؤسسات وطنية عربية، خاصة المؤسسات الوطنية حديثة الإنشاء، ويعني الهيئة تعتبر مرجعية ونموذج في المنطقة العربية في هذا المجال. هو يصب في تعزيز مكانة فلسطين عربيا ودوليا، وهذا الشيء يعني احنا بنفتخر انه احنا انتخبنا، ونأمل انه خلال هذه السنة يكون لنا سمات ودور ايجابي. يعني دكتور عمار، اكيد الحديث يطول عن حقوق الانسان وعن الدور العظيم التي تقوم فيه الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الدفاع عن القضايا الفلسطينية أو الشكاوى التي تقدم ضد الانتهاكات، سواء الانتهاكات على المستوى الإسرائيلي أو الانتهاكات التي بتعرض لها أبناء شعبنا يوميا أو الانتهاكات على المستوى الداخلي. بشكرك بالنهاية على وجودك معنا بالاستوديو. شكرا. دكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شكرا كثير لك. شكرا. أيضا مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.